فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض طلبة العلم المعاصرين يقولون إن الذين يكفرون الذين يطوفون على القبور هم تكفيريون، لأنه قد يكون الذي يطوف على القبر مجنونا، والصحيح أنه لا يكفر أحد حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع، هل مثل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام المرجئة، هذا كلام المرجئة، ولم يقل أهل العلماء إن الذي يطوف بالقبور يكفر على الإطلاق، بل يفصلون في هذا، يقولون إن كان يطوف بنية التقرب إلى الله ويظن أن الطواف على القبر جائز فهذا ضال وليس بكافر، ليس بكافر، مخطئ. وأما إذا كان يطوف بالقبر يقصد التقرب إلى الميت فهذا شرك أكبر، لأن الطواف عبادة ولا تصلح إلا لله. هم يفصلون في هذا. نعم.